وإحنا قلنا وذكرنا في أكثر من جلسة خلاصة تربية الرسول في حديث أنس رضي الله عنه. نعم. ترجمة الحديث أنا قلت أكثر من مرة، ترجمة الحديث يقول أنس 10 سنين مع الرسول أنا ما تضجر مني، ما زعل مني، وما انتقدني ولا لامني. معناه هذه كان قمة الرقي في التعامل، تعامل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول يقرأ المشاعر ويعرف كيف يتعامل مع الطفل، إلى أن صار حب أنس رضي الله عنه حفظ هذه الأحاديث وعمل هذه الأعمال العظيمة بسبب هذا الحب. فأزمة التعامل، إحنا فعلا نبغى نحسن وضع التعامل حتى تسهل التربية. أنا عشان أربي أبنائي بطريقة سهلة وميسرة لازم تكون في علاقة حب قوية، لازم يشعرون أني أحبك أنا. اعلن حبك. أترك الميكروفون عند أبو عمر، يلا سمعنا أبو أنت عمر. أنت ذكرتني بموقف لي قبل 20 سنة في أحد الدول، كان العنوان اللي اخترته أنا حقيقة الأزمة، وحضر حضور ضخم خاصة الشباب يظنون حقيقة الأزمة مثل أزمة الخليج، أزمة سياسية، فالحضور تحمسوا. فقلت أنا حقيقة الأزمة والأزمة الحقيقية هي أزمة الأخلاق. يا الله بعضهم قال كزيلي إيش ذا عطنا نبغى، لا لا فعلا أزمة التعامل والأخلاق أزمة. بل ابحث عن الآن لغة مشتركة، لغة مشتركة، لا تقول إنجليزي ولا عربي ولا لاتيني، ما في لغة في العالم مشتركة تخاطب فيها كل الأجناس، الرجال والنساء والصغار والكبار، بل حتى الحيوانات. لغة مشتركة في العالم إلا لغة الأخلاق، لغة الأدب، لغة الذوق، لغة التعامل الجميع يقبل منها. وتعرفون المثل المشهور، لو قطة هرة سرقت لحمة هربت، لكن إذا أعطيتها قاعد تأكل جنبك. إذا أعطيت أنت فالرحمة هذه والتعامل، ولا سيما كيف مع البشر. أنت ذكرت موقف جميل وهو موقف يهز الإنسان، كيف أنس بن 10 سنين، أبو 10 سنين غالبا يبغى ألعاب، يبغى الشارع، يبغى تفكيره بسيط، لا يشتغل خادم عند النبي عليه الصلاة والسلام. أبو 10 سنين لا، ويستمر ما يمل، يستمر 10 سنين. الله. يعني هو ابن 10 سنين ويخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. إيش التعامل هذا؟ فما نهرني ولا كهرني ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، أو شيء لم أفعل لما لم تفعل. بل يقول ما مسست عشان أخوان العطور برضو يدخلوا معنا، قال ما مسست ديباجا أليم من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شممت طيبا أطيب من عرق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتميز بالجمال حتى الظاهري، إن الله جميل يحب الجمال. يعني أهتم بصحتي الرياضة، وأهتم بالعطر وأخلاقي، كان تكامل عجيب. وأنا أذكر في هذا لما قال حبب إلي من دنياكم، يا شيخ لا أحد يزعل، أجمل ما في الدنيا النساء، إيش بعدها مباشرة رقم 2؟ قال والطيب. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لكن طبعا وجعلت قرة عيني، أكيد غاية الحب الاتصال بالله، قال الصلاة. فالطيب أنا أقرأ مرة في ابن القيم زمان وأنا في الثانوي، قرأت حرف الطاء في زاد المعاد، يقول الطيب الطاء وهو يتكلم عنها، يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، بل يتضجر ويتألم ويظهر في وجهه إذا شم رائحة كريهة. وفعلا أنت حين تصلي في مسجد إذا آذاك إنسان يا تتلطم يا تقطع، يعني معاناة. فكان قال ابن القيم ليش؟ بعطيكم سر لكم يا أهل الطيبة، والله يسر الدعاية لهم ها يستاهلون. إيه قال لأن الطيب يقوي القوة النفسية، يعني يعطيك طاقة، حتى التعبان أعطى طيب كذا يرتاح. يمكن أقول لك لا، على فكرة في أيوه. علاج الآن بالروائح. نعم بالروائح العطرية علاج رسمي. أنا دائما مع نفسي وأوصي غيري، دائما قمت الصباح غسلت كناظر مراية، خذ الطيب ها كيف واستنشق بقوة. لا لا والله بس لا لا. تأخذ يجيك طاقة عجيبة. لا لا ترى على فكرة أبو عمر أنت بركز. نعم ترى فينا بعض الطيب تكلمنا في حلقة، ترى خطير أنك تستنشق مباشرة حتى البخور. لا أنا قصدي في اليد طبعا، في اليد ها إيه؟ بعدين تأخذ من اليد زين إيه؟ وصراحة نوع عطور أنا أرى كويس، نضيف المعلومة، أرى أن الريحان الله والأشياء. لكن على فكرة حنرجع للمختصين، لأني أذكر ذكرها أحد الإخوة قبل حلقة، أنا قبل 3 أسابيع مع الدكتور زيد القروني. دكتور زيد القروني قال إنه العطر بعضه أنواع اللي فيه خاصة، قال مادة كيميائية أو شيء ما ينفع عطر فيها الملابس ولا يأتي إلى جسمك الداء.
حتى البخور طبعا البخور هذا ورد أكيد بدون ما تستنشقه ما تستنشقه. طيب عموما جزاك الله خير وفعلا أنت أنصفت وقلت كلام جميل وخاص يعني إحنا ربطنا الآن بين التربية والعطور والرياضة كلها. أنا ترى مخلي أبو معاذ آخر شيء ليه؟ لأن أبو معاذ هو اللي حقيقة يمكن نسق الحلقة فدائما المنسق يصير آخر شيء. ليه ليه نبغاه معنا ليش؟ لا لا خارج الخدمة هو الحين بعدين شبيهك يعني الآن ترى الحين شغال هو وشبيهك يعني أي بعد ها بعدين نتكلم عندنا طعام عطور قاعد واستمتع نتكلم ونستمتع اي والله هذه رياضة احنا نستفيد احنا نعم رياضة رياضة فكرية رياضة ذهنية ابو عبد العزيز ابو عبد العزيز ما شاء الله كلكم عبد الله انا فراس ما يحتاج اخوي عبد الله ما زلنا في عالم العطور طبعا الحلقه اعتقد يبدو انها 70% بتكون عطور والباقي تكون انا معلش اتكلم عن السوق الان وخاصه انه دخل ناس يعني للاسف الشديد يستثمرون يستغلون مشاعر الناس فيسمون بعض الاسماء يعني قلب الحب انا ترى بس اجي من عندي يمكن قد يكون موجود ما ادري ولا احساس ولا مش اسمه مشاعر المشاعر يعني يستخدمون اسماء وتلقى انا متوقع ان العطر هذا معلش ما له علاقه في الاسم تماما هذا هل هو واقع ولا والله هو حقيقه فيه واقع لكن انا بتكلم لك حقيقه حاليا في كيفية اختيار الاسم طبعا من الأخ أبو عبد العزيز احنا دائما نتكلم تو مارك دائما مهتم في أدق تفاصيله حتى في اختيار الأسماء طبعا الجميع يعني يجي تساؤلات مش معنى اسم تو مارك اسم تو مارك هي علامتان لكن وش هي العلامتان تو اثنين اثنين العلامة الأولى اللي هي علامة البقاء إلا لما يتعطر اللي هو المقتني العطور أو مقتني أحد عطور تو مارك يبقى العطر في الملابس بس إحنا ما تعطرنا عشان ندري يا شيخ هذا لابد لابد أنك تعطر فيها العلامة الأخرى هذه هي هذا كريسمس السبايس اللي كنا نتكلم هذا هو هذا سبايس اللي كنا نتكلم فيه ايه لا نكمل لان انا بس بطبق العلامة الاخرى اللي احنا جالسين نتكلم فيها من علامة اللي هي العلامة الثانية من تو مارك اللي هي علامة الرحيل بمعنى اصح انك لما تتعطر من احد عطور تو مارك وتذهب من اي مكان وترحل من المكان يبقى اثر العطر في المكان لذلك احنا اخترنا لن تنسى لن تنسى لن تنسى فلذلك احنا مهتمين في ادق التفاصيل حتى في اختيار اسماء العلامه التجاريه ممتاز لا لا انا ليش انا فعلا اول شيء الانسان لما يتكلم بده يتكلم عن تجربه ويتكلم عن شيء فعلا لامسه او عايشه او جربه او جربه انسان موثوق وقال لك هذه كلها مطلوبه فجيد يعني تو مارك فهمناها الان تو اثنين اللي هي علامتين او شيئين واحد اللي قلت علامه البقاء علامه البقاء اللي هو ثبات العطر وبقاء العطر في الملابس أيه؟ وعلامه الرحيل لما تتعطر من احد العطور وتدخل اي مكان وترحل منه يبقى اثر العطر في المكان جميل مع اني انا ارى ان التصميم قصدي له علاقه في البيع طبعا له علاقه طبعاً كبيره في البيع طبعا فخاصه في اصحاب الهدايا اللي يهدون لأن أكثر من يهدون يحب أن يكون لكن إذا توفر تصميم الجيد والعطر الممتاز هذا نور على نور لكن للأسف أنه زي ما قلت كنت أقول أن في ناس يستغلون يستغلون للأسف بعض الناس يعني تصميمات عالمية ولكن العطر للأسف نوع عشان كذا كنت أسأل تو أبو عبد العزيز كنت أسأل أبو عبد العزيز عن قضية الثقة يوم قال في المطار إحنا عندنا حتى وصلنا إلى المطار وعندنا فروع معناها إنه فيه جهات وأعتقد هيئة الغذاء والدواء لها علاقة فيكم؟ إيه أكيد برضو في العطور هم الأساس ممتاز إذا أنتم أموركم طيبة ما دام وصلتوا خلاص هيئة الغذاء هيئة الغذاء والدواء على ممتاز. كل الموجودين في السوق طيب هيئة الغذاء والدواء هي من الجهة التنظيمية اللي لابد انه يمر عليها اي منتج طيب ممتاز يعني ضروري يمر عليها
ويفحص. لذلك هل في بالسوق، هذا مهم سؤال عام، هل في في السوق أشياء تأتي يسمونها معلش من تحت الطاولة وهيئة الغذاء والدواء مثلا تباع بدون فحص؟ ممكن ممكن قد يوجد، قد ممكن يكون موجود وممكن يكون لا. طيب احنا عندنا الأسبوع اللي فات يمكن تذكر أبو فهد الغضية أبو صالح يعني أنتج زيت وتعب فيه وبذل فيه مجهود وأخيرا وجد أنه نفس الزيت حتى رقم تليفونه موجود نفسه حاطين يبيعونه في السوق. أسهل شيء أو الشيء اللي تعب في عالم العطور لو ابتكرت ما ابتكرت، أسهل شيء هو ضرب ريحة العطر. لكن ريحة العطر في ناس ممكن يقول هذا العطر مشابه للعطر هذا، طيب أنا أفهم هذا الكلام، طيب ممكن مشابه في الريحة البدائية أول ما تشمها بس بعد فترة راح يقلب. يعني وش معنى هالبراند يبيع بألف؟ يعني يا جماعة بالعقل، يعني أنا أقول لك شيء، أنا دائما أزعل لما يجي زبون يقول يا أخي أنا أبغى عطر يجلس في ملابسي 3 أيام. أنا أتساءل أو أوجه السؤال هذا لكافة المشاهدين، طب يا جماعة إحنا لبسنا يعني نلبسه فرضا لبس الدوام مختلف ولبس البيت مختلف ولبس طلع آخر المساء مختلف تماما، طب أنا ليش أنا أطلب عطر يكون معي 3 أيام؟ يعني بغير ملابسك. أنت بتغير ملابسك، طب ليش أنت تطلب الصعب؟ طيب وش الصح؟ فهمت الفكرة؟ في الأول أنت لازم تبحث عن الجودة، الجودة وين أنا رايح لها. في ناس يقول أنا ما عندي مشكلة عادي، أنا في السيارة بحط لي عطر رخيص ووقت ما يعني بطلع شوي كذا وببخ وبمشي، بس أهم شيء وأنا أقبل للناس تكون ريحة حلوة. أوكي بتقبل للناس بريحة حلوة، لكن لما تقلب الريحة ترى أنت ما تدري عن ريحتك، الناس هي اللي تدري. وأنا دائما أقول شغلة، العطر إذا ما نطق مو عطر، إذا ما خلى الناس تتكلم بس ولا مو بعطر. جيد أبو معاذ، خلينا ننتقل من العطور للتربية والتغذية، لأن حنا بين التربية، لأنه أبو ما شاء الله أبو عمر أنت عارف عنده في الطب البديل اللي هو طب الأصيل، أنا كنت أسوي لقاءات سابقة من ضمنهم الله يرحمه عبد الباسط السيد الله يرحمه، نعم، وأذكر كان يقول الطب البديل وكنت أقول له الطب الأصيل. أحسنت، لأن الطب النبوي وخاصة فيما يتعلق في التغذية لا شك هو الأصل، منهج التغذية عند الرسول عليه الصلاة والسلام والصوم وغيره. أبو معاذ بعد هالتجربة الطويلة أكيد عندك رسائل، أنا معلش أنا أقول للأخوات هم يحتاجون كثير من الرسائل في قضية واللي إحنا دائم كبر البطن وليس الرجال، هي النساء والرجال والإشكالية الكبرى، معليش تحملون اليوم مصارحة شوية مصارحكم، المشكلة الكبرى في العشاء حول هذا الموضوع ندندن.